استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في مقر انعقاد مؤتمر الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر، والذي افتتح في الخرطوم اليوم. ونقل وزير الأوقاف لدولة السودان الشقيقة قيادة وشعبا تحيات مصر رئيسا وحكومة وشعبا، مهنئا السودان بما حقق من خطوات في طريق التقدم وبرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بداية يطيب لي أن أنقل لحضراتكم جميعا لدولة السودان الشقيقة قيادة وشعبا تحيات جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، وأن أهنئ حضراتكم جميعا ودولة السودان والشعب السوداني الشقيق بما حقق من خطوات في طريق التقدم بإذن الله تعالى وبرفع اسم دولة السودان الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأؤكد هنا على أمرين: ما نعلمه أعلمه القاصي والداني أن هذا القرار برفع دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس قرارا منشئا لوضع جديد، إنما هو فقط كاشف لحقيقة وطبيعة الشعب السوداني السمحة دائماً.